ما كنت من الاول بالكافتون، كنت لبس تياب عادي، بس ما فينا نكون بالمغرب وما نتمتع بلباس الكافتون عن جد. هلا عرفت شو يعني، هي اول مره بلبس كافتون وام هابي. بدي كمان انه المغربيين يكونوا مبسوطين انه مايا لبست كافتون. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي، لا تنسوا تشتركوا وابوني في لاشين يوتيوب.